معكم مسؤولة ديال شركة تراكاس أبو زيد كوتر. بالنسبة احنا اليوم جينا للتدشين مع سيد العامل على أشغال توسيع وتقوية طريق الرابطة بين أسفي وللا فاطنة على طول 9 كيلومتر. الأشغال دابا الحمد لله راه تمات 100% بجودة مزيانة في الوقت اللي كنا اللي طالبوا منا وزارة التجهيز. وحنا اليوم الحمد لله كنسهروا على تكون جودة مزيانة وخدمة مزيانة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. غير بالمناسبة ديال عيد عرش المجيد تربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه بمناسبة كنعطي انطلاقة ديال هذه الطريق اللي هي من أهم الطرق اللي فكت العزلاق على المنطقة السياحية وعلى سكنة أسفي. وكما تم دابا في المشروع وفي التدشين ديال المشروع وفي الشرح ستنطلق الطريق الرابطة ما بين ثلاث بوقدرة عبر اللويحات حرارة، ستكون انطلاقة ديالها في الشطر الأول. ستكون كنتمناو من وزارة الأشغال بأنها تواكب هذه الطرقان اللي يمكن في حالة مزرية. وهذا بالنسبة لي بدا من الشكر لوزارة التجهيز على هذا القيام بحل هذه المشاكل بهذه المناسبة. نتمنوا مناسبة أخرى تشنو بعض الطرقان أخرين اللي في إطار إنجاز وفي إطار الدراسة، وكاين بعض المشاريع اللي يمكن راه تعطاو لفيرتي ديال بلديانهم وسينطلقوا بأقرب وقت. والسلام عليكم.